في عالم الشاشات إن كان هواتف ذكية أو حتى لابتوبس كمبيوترات تلفزيونات، في عنا أنواع كثير من الشاشات ومصطلحات كثير بتصعب علينا الحياة. QLED, LED, OLED, LCD وما إلى ذلك. أنا اليوم بدي أحاول أرجع أبسط المفاهيم هاي، كل واحدة شو بتعني، أو أحاول أقلل الأنواع لحتى يكون عنا مثلا نوعين فاهمينهم صح ونحكي عنهم. فخليكم معي. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار وبرحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز، وأهلا وسهلا بكم جميعا في العودة إلى سلسلة فهمها صح. ورح نبدأ بالشاشات. في العالم حاليا كثير عندنا أنواع شاشات ومصطلحات بتخربط. أنا بدي أوصلكم في نهاية الحلقة أنه عندنا إشي اسمه QLED OLED بس، وهدول شو هم وشو الفروقات اللي بينهم وكيف تشتري أو شو اللي تشتري. لو بدنا نرجع للمصطلحات الأساسية أو الأنواع الأساسية للشاشات حاليا، مش QLED OLED، اسمهم LCD أو OLED. ليش؟ لأنه هدول هم النوعين الأساسيات اللي بيطلع منهم الشاشات. LCD هي النوع المسيطر والمهيمن على كامل سوق الشاشات في العالم، والOLED هو النسخة اللوكجري أو الإشي الفخم بالشاشات. LCD stands معناها Liquid Crystal Display، يعني شاشة مكونة من كريستال سائل. الOLED Organic Light Emitting Diode، يعني عبارة عن صمام ثنائي باعث للضوء. نرجع نحكي عن LCD. مصطلح لحاله LCD صار شوي قديم، يعني زمان كنا نحكي LCD لأنه كان في عنا تلفزيونات بلازما، فكانوا يفرقوا بين LCD والبلازما لأن هم كانوا مسيطرين على الساحة. اليوم شوي الوضع تغير، بطل بس نحكي LCD، صرنا نحكي LED LCD. شاشات LCD عبارة عن شاشة من الكريستال، في الخلف بيجيها ضوء، فهذا الضوء الساقط على الشاشة وعلى بكسلات الشاشة بيطلع لنا الصورة. فهي الـ LCD عبارة عن بسموها تعتمد على الضوء الخلفي. لساتها التقنية نفسها موجودة، ولكن بدل ما هي بس ضوء صار الضوء الخلفي عبارة عن LED اللي هو Light Emitting Diode، عبارة عن صمامات ثنائية تبعت الضوء بس مش أورجانيك زي الأوليد. فهي في الخلف أيضا بتبعت الضوء على الشاشة على بكسلات الشاشة لحتى تعرض الصورة، ولكن حجمه صار أصغر، فلذلك الـ LCD زي ما انتم لاحظين في العالم صارت أنحف بس مش بنحافة الـ OLED. الـ OLED بالذات هي عبارة عن شاشات جزيء هذا اللي هو بسموه الـ OLED اللي بيبعت الضوء، هو موجود جنب الشاشة بكسلات الشاشة بالضبط، ما في مسافة كبيرة بينهم أبدا، عشان هيك بيقدروا يصنعوا شاشات نحيفة جدا. وطريقة عمل هاي الشاشات زي ما حكيت من الأول، الـ LCD أو الـ LED LCD عندها اللي هو الضوء الخلفي ينطلق لما يجي كهرباء بيطلع ضوء منها على بكسلات الشاشة، انت هيك بتشوف الصورة. الـ OLED بيجيها تيار كهربائي على الوحدات اللي بسموها الأورجانيك العضوية، فبتشع ضوء من نفسها، هي بتشع ضوء بيجي على البكسلات اللي هي جنبها بكسلات الشاشة فبتطلع الصورة. وبما إن إحنا بنحكي عن أنواع الشاشات، في معلومة بدي أحكي لكم إياها سريعة. المسيطر في العالم على صناعة شاشات الأوليد مش سامسونج، LG. LG هي أكبر مصنع أوليد في العالم، وهي بتصنع لسوني، بتصنع لباناسونيك، لفيليبس وما إلى ذلك. الفريق الثاني اللي بيقاوم هاي العملية اللي هي سامسونج. سامسونج جربت الأوليد وما كملت فيه، حكت زمان إنه غالي ما كملت فيه، كملت بتقنية الـ LCD، بعدين الـ LED LCD، بعدين طلعت سامسونج بإشي اسمه QLED. هاي شاشات الـ QLED هي عبارة عن شاشات LED LCD، إذا فاهمين علي. يعني هي شاشات في النهاية شاشات LCD. كل ما تصنع سامسونج من شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر LCD، ولكن بدك تضيف جنبها برضو Q، هو عبارة عن فلتر بينحط ما بين الضوء الـ LED Light وما بين الشاشة البكسلات في النص، فلتر بيعطيها ميزات أخرى إضافية أفضل. فلذلك في العالم حاليا تقدر تقول إنه في عنا نوعين شاشات، عنا إما بتشتري OLED للتلفزيونات، وإما بتشتري QLED اللي هو سامسونج بتصنعها، وفي شركات ثانية بتتعاون مع سامسونج أخذت التقنية من سامسونج. فأنت هذول النوعين حاليا تقدر تشتريهم. روح على محلات التلفزيونات اسأل شو الأنواع، ممكن يحكي لك والله هاي شاشتنا 4K OLED، والله شاشتنا هاي 4K QLED الQLED بسموها. فحبيت احكي هاي المعلومه لانه عشان نعرف انه مش كثير شركات مسيطرين على 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 ساحه الشاشات، هم بس شركتين LG
وسامسونج. تعالوا هسا عشان نستفيد من هاي الحلقة، انت لما بدك تشتري شاشة اما بتشتري كيوليد او بتشتري اولد، فلازم تعرف الفروقات عشان تقدر تختار في النهاية شو تشتري. خلينا نحكي عن الكيوليد اللي سامسونج اساسا بتصنعها. اولا عملية التصنيع ارخص، لذلك شاشات الكيوليد فعليا سعرها افضل من سعر الاولد. سطوع الشاشة، وهاي نقطة مهمة جدا دائما في الشاشات لما بتشتري شاشة، سطوع الشاشة في الـ QLED عالي جدا، على الأقل بتعطينا سامسونج 2000 نت هي وحدة القياس. فهاي أيضا نقطة مهمة جدا للناس اللي بدهم والله بدي شاشة سطوحها عالي، بدك تشتري LCD أو QLED. طب بتحكي لي إيش يعني سطوع؟ شو بأثر فيه؟ أنت ممكن في بيتك في غرفتك هاي تلفزيونك حاطه في البيت وجنبه شباك، إذا دخلت الشمس، إذا ما كان سطوع الشاشة ممتاز راح تشوف الألوان غريبة باهتة مش مظبوطة، فالتجربة بتكون سيئة. الQLED مهما كان سطوع الشمس عليها بيكون سطوحها أعلى، ففعليا الرؤية فيها مذهلة. الQLED عندها مشكلة بالألوان، أو مش مشكلة، مثلا اللون الأسود اللي فيها ليس أسود 100%، والسبب الضوء اللي بيجي من الخلف. احنا حكينا LCD ضوء بيجي من خلف الشاشة بيضوي البكسلات، هذا الضوء دائما شغال حتى لما انه الصورة فيها اسود برضو حيجيها شوية ضوء، فالاسود ما بيطلع اسود 100%، وهي ميزة للأولد حنحكي عنها كمان شوي. وكمان شغلة عن الQLED، زوايا العرض، لما بتطلع على شاشة QLED مباشرة راح تاخد افضل تجربة. جرب تطلع عليها من زوايا حتشوف انه الالوان بلشت تصير باهتة، وهاي احدى يعني الميزات السلبية، بس مش العظيمة، يعني مش انه والله اللون حيكون باهت على الاخر، حتكون باهتة، لكن هاي كانت اول مشكلة للLCD. بس سامسونج لما طورت الكوانتوم دوتس اللي هي QLED حسنت هاي المشاكل، فزوايا العرض صارت افضل، ولكنها لسه مش افضل من الاولد. هلا نحكي عن ميزات الاولد. اول ميزة، شاشات الاولد اغلى دائما لانه تكلفة صناعتها غالي. بالنسبة للألوان، شاشات الأولد الألوان فيها الأسود يعني 100% أسود. ليش 100% أسود مش زي الLCD؟ لأنه الصمام الثنائي اللي بيطلق الأشعة منه بيضربها على بكسلات الشاشة عشان تضوي الشاشة، لما هذا الصمام يطفي حيطلع ما مش راح يطلع ضوء، ففعليا حيكون البكسل هذا الأسود 100% ما عنده ضوء فهو أسود. إحدى ميزات شاشات الأولد ممكن تلاقيها إنه هي نحيفة جدا، والسبب إنه تقنية صناعتها تعتمد على هاي الأورجانيك LED اللي بتيجي جنب البكسل تبعت الشاشة، فالمساحات اللي بينهم صغيرة جدا، عشان هيك بتكون نحيفة. زوايا العرض، الأولد لو اطلعت عليها من أي زاوية حتأخذ ألوان دائما ساطعة. طبعا بعض الناس بيحكوا عن موضوع الالوان انه الوان LCD اقرب للواقع، في منه، لانه الوان الاولد بتكون اوفر ساتوريتد، كثير مشبع الالوان كثير، بس في ناس بيحبوا الالوان بالطريقه هاي. انا شخصيا بفضل الوان الاولد عن LCD. سطوع شاشات الاولد اقل بكثير من LCD حتى لا يقارن، فاذا بدك سطوع قوي اكيد ما راح تشتري اولد، راح تشتري LCD. اخر معلومه عن الاولد الصمامات اللي بتطلق الضوء هاي أورجانيك، يعني إلها عمر، بيحددوا العمر ما بين 7 إلى 10 سنوات، ولكن أحياناً ممكن يعني بعد سنة تلاقي عندك بكسلة ميتة طافية بسبب إنه هاي الصمام اللي بضوي عليها بيكون خلص انتهى عمره. هاي إحدى مشاكل أولد، ولكنها نادرة الحدوث، مش إنه والله دائماً بتحدث، لكن هاي المشاكل موجودة، فبدك تحطها باعتبارك لما بتشتري شاشة أولد. هيك بنكون حكينا عن انواع الشاشات. صحيح انه بعض الناس حيحكوا لي في عنا شيء اسمه IPS، في عنا TFT، في عنا ريتنا، كل هذا مش مهم. لما بدك تروح تشتري تلفزيون، بالذات تلفزيون احنا نحكي، عندك نوعين، اما QLED واما OLED. وعلى فكره الشاشتين لما بتشتري 4K ولا 8K حتاخذ تجربه ممتازه جدا، وانت ممكن تقرر لما تروح على معرض شوف مين افضل لك. يعني شاشة سامسونج الQLED ال 85 بوصة 8K، من ضمن الفيديوهات اللي عرضوا لنا اياها انه بصور نحل، مش هالمتعة العظيمة انك تحضر اشي زي هيك، ولكن لما بتحضره على 8K بالجودة هذيك اللي انا شفتها، رح افرجيكم شوية بعض الفوتج منها، الجودة كانت خرافية بصراحة، اشي من عالم اخر. احنا متعودين نحضر
جودة SD HD بعضنا بيحضر فول HD. يعني بصراحة تجربة مشاهدة المحتوى عليها من كوكب آخر، وهي مش OLED QLED، أنا بحكي لك من كوكب آخر. فإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، يعطيكم ألف عافية، بشوفكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.